شهد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة حفل تكريم عدد من منتسبي سلاح البحرية الملكية البحريني بمناسبة اجتيازهم بنجاح المرحلة الأولى لإحدى الدورات المتخصصة التي نظمها سلاح البحرية الملكية البحريني لمنتسبي السلاح. بهذه المناسبة أعرب سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة عن شكره وتقديره لصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين على ما يوليه من حرص مستمر على تطوير وحدات قوة دفاع البحرين بما يرفع من مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن. أكد سمو الرائد الشيخ محمد بن سلمان بن حمد على الجهود الكبيرة التي بذلها المتدربون خلال الدورة وما أثبتوه من كفاءة واحترافية وقدرة عالية تمكنوا من خلالها من اجتياز المرحلة الأولى، معربا سموه عن شكره وتقديره لكافة القائمين على تنظيم الدورة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في خدمة الوطن.